السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقريبا دي هتكون أول فيديو لي هعمله باللغة العربية، لأن كل فيديوهاتي طبعا أنا قاعد أعمله باللغة الإنجليزية. فلأنه عملت كده قصدا لأنه أنا دار الفيديو ده ولا الرسالة دي أوصله لأي زول الليل في الفيديو، تصل للناس دي كلها، أي فرد في المجتمع بتاعنا المجتمع الجنوبي، يعني أي زول لازم شنو يسمع الرسالة دي. بعيدا من ظاهرة بتاع القبلية وظاهرة بتاع المشاكل اللي حاصلة في الجنوب، في ظاهرة جديد، ظاهرة ويعني ظاهرة دي ما جديدة أصلا، هي ظاهرة كده قديمة أصلا في الجنوب، قاعد حد الآن، لكن الناس ما عارفين السبب الرئيسي للظاهرة دي شنو. فالظاهرة هي الظاهرة بتاع الحمل، يعني يا ولد حمل له بيت، يعني يا بيت حاملة يعني عمرها 16 سنة ولا 18 سنة، يعني ما حصلت 20 سنة. فالسؤال ده لازم كل واحد جنوبي لازم يطرح السؤال ده لنفسه. الحاصل شنو؟ السبب الأساسي شنو؟ الروت كوز بتاع الحكاية شنو؟ فالبرنامج طبعا برنامج يعني حاصل أنا بس وجعني، يعني حاجة كده حصل وجعني شديد، يعني فردتي هذه كده موت شفتها طلعت حاملة من منو؟ حكاية. هي زادة عن عمري 19 سنة، هي زادة أصغر مني بسنتين، هي عمرها 17 سنة. فده الحظل يعني حكيت لي إنه شنو she's pregnant. فأنا بس يعني دي ما مواضيع أنا يعني بحب أتكلم عنها، ولا يعني كنت متردد أتكلم عنها، لكن شنو هتكلم خاطر أخواتي، خوفا يعني أخواتي الصغار والجاين وكذا. قلت أفتح الموضوع أخواتي وأخواني الجاين يكبروا، خلي أحكي الموضوع. في البداية ما حالهم واحد يعني بدلوا مرة بحكاية دي طلعت حاملة ومرة 17 والولدت ومرة 16 ولا أقل من كذا. أنا ما حالهم ولا حاجة، ما عندكم ذنب أصلا. طبعا أنتوا عارفين الحكاية ما بدت هنا، لكن بدت أصلا من زمان. شفتها لو ريانا أي بيت حنلقى إنه شنو أي حجة والأي أم ولدت عمرها 17 أقل من كذا، شفتها 15 16 14 وكذا، يعني زوجها شنو هي يعني لسه صغيرة، شفتها. فحكاية دي طبعا بقت عادة عندنا، بقت لايك يو نو هابيت فور اول اوف اس. فالحاصل هسه حالي انه شنو السبب، شنو السبب الرئيسي، شنو السبب الرئيسي. وانا بشوف انه شنو لايك انينا المواضيع زي ده ما بنحب نفتحها، شفتها. يعني الام والاب والشنو ما بيحبوا يفتحوا الموضوع بتاع اللوف والفيلينجز والايموشن مع المشاعر وكده، ما بيحبوا يفتحوها مع شنو مع عيالهم. يعني شنو موضوع اسا كلوز كيس، ما بزول بيحب يفتح عنه. فدي الحكاية. فمثلا عشان الام يقول لولده انه لايك اي لاف يو، لا ما عندنا. ولا مثلا الاب يقول لبنته انه لايك اي لاف يو، ولا الام يقول لولده يا اخي يو ار انسم، يو انت يعني وسيم وانت زاد يو ار بيوتيفول، والاب يقول لبنته انه لايك والله انت مزة، ولايك انتي لايك انتي وانتي وانتي. دي ما عندنا، شفتها. وي دونت هاف ات، يو نو، علينا كلنا دراي. يعني البيت صغير منه يكون صغير جلد يا اخي تشان ولد كورو فيو وكذا كذا كذا. وي ار بيبل دراي، يو نو وي ار دراي. فاللي بيحصل انه شنو البنت لما توصل يعني حدود 12 سنه، يعني سن المراهقه كده، يعني شفتها مراهقه والولد لايك تراين تو بيكم ا مان. فاللي بيحصل انه شنو بيطلع برا، يعني بيطلع برا بتلاقي الشباب ولا البنت ولا الولد بتلاقي شابات بنات وكده، يعني عمرهم شفتها. فهم من اصلا من البيت لايك ذا دراي ايموشن، هم اصلا يعني عايشين في الجفاف عاطفي فور ريل. فبيحصل انه شنو مثلا البيت حب لها ولد، ومثلا فور ذا فيرست تايم بيلقى له ولد ذاته عايش في الجفاف عاطفي اقع من البيت ذاته، ويجي يقول البيت يا اخي انت يو بيوتيفول. فمن الخلع ومن الخلع for the first time for her to يسمع حاجة زي ده انه you are beautiful، حاجة ما سمعه عند امه من اخوه من ابوه. فهي الولد ده حيدوش she's going حيخش في علاقة بعد شوية غرف مكفولة وتحصل بتحصل تب بقت حاملة. فده الحكاية، يعني بس تحصل كده. يعني انا ما حالومهم ولا حاجه، حالوم الامهات والابهات، لانه شنو المواضيع زي ده المفروض تكون
واردة يعني البيت من مطون صغيرة فرت البيت تكون فردة أبوها يعني أبوه لازم يقول له يا أخي إنتي غزة ويرشده ويقول له كده وكده وكده كده والولد يكون فرد أمه يعني أمه يقول له يا أخي يحسس إنه like you know ما في حاجة كده ميسين شفتها فالبيت بعدين لما تلقى الحب تاع الحب والحنان تاع الأب ما حتفتش تاني حنان من برا يعني من مثلا لو في ولد قال له يا أخي إنتي مزة وكده والله مكسر فيك وأنا بحبك وكده بوف البيت ما حد هتحسس انه يا اخي لما حاجه ما جديده علي يا اخي كلام شيء احد بينك يا اخي انت في الخلاصه بتاع كلام انه شنو يا جماعه انينا لازم نشتغل على الكلام ده يعني الكلام ده لازم نشتغل عليه شديد لانه طبعا هنا بتضيع بناتنا لانه طبعا بدنا ان تكون حامله بنلزوا لشنو الولد الحمل وكده ضيعنا اثنين نفر ما ادري يعني الحكايه اتجاه ثاني الولد واتجاه ثاني البيت ما هم ما ادري يعني بيعملوا في شنو لانه الحاجه دي جديده عليهم يعني شفتها اتس لايك يو نو فلازم نشتغل على الحكايه دي يا جماعه بجد كده ابوهات والامهات لازم تشتغلوا على الموضوع ده لانه هنا ما دارين دي بتخرب المستقبل بتاع الدوله لانه هنا ما دارين بنات يطلعوا بس رب البيت رب المنزل دارين بنات يطلعوا دكاتره دارين بنات يكونوا مهندسات دارين اولاد ذات يشتغلوا لانه مستوى بتاع التعليم في بلدنا تعبانه شديده دي من اسباب شنو التحبط التعليم بتاع الناس تاليال وكده فلازم نشتغل على البرنامج ده خلي الموضوع بتاع العاطفيات وكده تكون موضوع كده وارده من الليست بتاعنا يعني البيت والولد يعني المهاده اللي يشتغلوا مع الجماعه دي for real you know it's one of the vital issues that we should work for it you know And شكرا يا جماعة أنا بتمنى الفيديو تصل لعددية كبيرة من الناس لأنه أنا والله الرسالة دي إن شاء الله تصل للناس أكبر عددية لازما شكرا شيروا الفيديو Thank you guys for watching my video Please don't forget to like and subscribe below to my YouTube channel